هو شجر من القراري وبيجيبوا لنا احنا هنا نقطعه، لازم يقعد ينشف، يعني لازم ننشف يقعد له سنه اقل حاجه. وبعد السنه طبعا بنجيب عماله نبدا نرص اللي في المقموره ونغطي ونحط عليها قش رز ونبدا نولع فيها. طبعا بتاخد لها من 10 ل 15 يوم ولع. وطبعا اي جميع انواع الشجر، لان كل حاجه بتبقى لها ايه خاصيتها. يعني البرتقال بيبقى للشيشه طبعا، والمانجا في بقى البلد اللي هو اللي بتاع الشوي والناس اللي بتشوي كباب وكفته والكلام ده كله، هو الجزولين والكافور والزيتون والقصه دي. ما احنا لا يطورونا نطور مش مشكله، بس احنا ما فيش واحد مثلا شغال ب 70 80000 هيطور منين؟ بياكل عيش فاتح بيته. احنا كل المقصود ان احنا ناكل عيش، اروح مصنع اخد لي 2000 جنيه اعمل بيهم ايه؟